مساء الخير والسعادة والتفاؤل على مشاهدي قناة الحياة رقم واحد في مصر، وحلقة جديدة وأسبوع جديد من برنامج الحياة أحلى. مساء الإنجازات والمشروعات القومية، وبالتحديد النهاردة يوم أهل الصعيد. وزي ما دايما بنقول، لما القيادة السياسية بتوعد بتنفذ. الرئيس السيسي وعد محافظات إقليم الصعيد بفرص تنموية حقيقية، وأنه هيكون ليهم نصيب كبير من الاستثمار والتطوير للنهوض بأوضاعهم وإحداث طفرة اقتصادية واجتماعية يشعر بها المواطن البسيط في الصعيد اللي ظل يعاني ظروف اقتصادية صعبة في المراحل الماضية. الرئيس السيسي أعرب أكثر من مرة أنه على يقين تام بأن أهالي الصعيد لم يحصلوا بعد على ما يستحقونه، وأنه الرئيس بيدرك إدراكاً عميقاً حجم معاناتهم على مدار عقود من مشكلات متراكمة طالت كافة مناحي الحياة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً، وتقديراً لحجم تضحيات أهل الصعيد وصمودهم أمام هذه المعاناة. النهاردة السيد الرئيس السيسي افتتح عدة مشروعات عملاقة في الصعيد، أولها افتتاح قناطر أسيوط الجديدة اللي بتعد من أكبر المنشآت المائية اللي بنيت على نهر النيل مؤخراً لتحسين حالة الري، وبتساهم القناطر الجديدة في تحسين حالة الري في مساحة 1,650,000 فدان في 5 محافظات، هي أسيوط، المنيا، بني سويف، الفيوم والجيزة، بما يعادل نحو 20% من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية. وبتضم القناطر هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقني، ومحطة كهرباء يا جماعة بتنتج نحو 32 ميجا وات بقيمة 100 مليون جنيه سنوياً، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليار جنيه، وتم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية. الحقيقة ده إنجاز رائع، وزي ما حضراتكم شايفين السيد الرئيس بيفتتح المشروع وفي كل أهلنا في الصعيد فرحين ومبسوطين لاهتمام أعلى رأس في الدولة القيادة السياسية بأهلنا في الصعيد اللي همشوا على مدار عقود طويلة.